ونبدأ اللقاء بخير الكلام، بالكلام الذي لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء، بالقرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزاقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا إن المتقين في جنات وعيون. الله يا سيدي. آخذين ما قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين. يا سلام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات
الله أكبر. تعريف أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء صدق الله.